وللمزيد حول البيان الختامي للقمة وخاصة فيما يتعلق بملف الأوكراني، معنا من موسكو الأستاذ رامي القليوبي، محلل سياسي مختص في الشأن الروسي. أستاذ رامي، أهلا ومرحبا بكم. أهلا بك أستاذ رامي. هذه القمة مهمة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أكثر من صعيد. نود أن نتحدث عن الحرب على أوكرانيا. كيف تقرأ ترحيب بوتين بوساطة بريكس لوقف هذه الحرب، وكذلك البيان الختامي للقمة الذي دعا إلى وقف الحرب على أوكرانيا؟ في الواقع هناك انطباع بأنه تم تهميش أوكرانيا إلى حد كبير في هذه القمة، بل تم التركيز على تكتل بريكس في حد ذاته. فإذا نظرنا إلى البيان الختامي الذي صدر أمس، فهو مكون من أكثر من 40 صفحة، ولكنه لم يرد ذكر أوكرانيا سوى مرة واحدة. كذلك اليوم أعرب بوتين بشكل مقتضب خلال الجلسة الختامية عن أسفه لاستمرار هذه الحرب، وكان ذلك بعد كلمة الرئيس الفلسطيني محمود عباس. ثم تناول بوتين بشكل تفصيلي أكثر حتى الوضع في الشرق الأوسط، وركزا عليه أكثر من أوكرانيا. كذلك الرئيس الصيني شي جين بينغ دعا هو الآخر إلى الإسراع في أوكرانيا، ولكن في المجمل ربما هناك انطباع بأن هذه القمة لم يكن الهدف منها تناول الأزمة الأوكرانية، بل كانت هناك أهداف أخرى لها أولوية، مثل إصدار رسالة إلى الغرب بأن روسيا ليست في عزلة، وبأن حتى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حضر إلى روسيا للمشاركة فيها. وكذلك كانت من الأولويات القمة بحث البدائل الاقتصادية للنظم المالية التي يسيطر عليها الغرب، مثل صندوق النقد الدولي الذي يفرض على الدول النامية إجراء إصلاحات قاسية على سكانها قبل إقراضها، بينما قد يوفر بنك التنمية الجديد التابع لبريكس والذي تأسس في عام 2014 شروطا أكثر مرونة وعدالة وفق تصور الدول. طيب أستاذ رامي، أستاذ رامي، برأيك هل ترغب روسيا بوساطة من بريكس لإنهاء هذه الحرب على أوكرانيا؟ لا أعتقد أن روسيا تراهن على أي وساطة من بريكس، ولكنها قد تستفيد من وساطات دول بعينها. فمثلا قبل توجهه إلى كازان، عقد رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد لقاء ثنائيا مع بوتين في موسكو، وأكد خلاله جاهزية الإمارات لمواصلة دور الوساطة بين روسيا وأوكرانيا. ولا ننسى أن هناك صفقات تبادل أصل أسرع عدة أجريت بين موسكو وكييف بوساطة إماراتية تحديدا، أو حتى يمكن للإمارات أداء دور الوساطة بين روسيا والولايات المتحدة. فلا ننسى أن محمد بن زايد كان قبيل قمة كازان في زيارة إلى الولايات المتحدة، وهناك مثلا في نهاية عام 2022 أجريت صفقة تبادل سجناء شاملت رجل الأعمال الروسي فيكتور بوت الملقب بتاجر الموت، لأنه كان مدان في الولايات المتحدة بتهمة تجارة السلاح، فتم عملية استبدال هذه في مطار أبو ظبي وليس في أي مكان آخر. فبالتالي أعتقد أن الوساطات في الملف طيب أستاذ رامي، مجموعة بريكس ككل. نعم أستاذ رامي، في قزان يلتقي اليوم بوتين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وذلك للمرة الأولى منذ عامين، يعني منذ بداية الحرب. ما الرسالة التي يريد بوتين إيصالها؟ الرسالة وضحت خطوتها العريضة، مفادها أن روسيا ليست في عزلة، هناك دول كبرى مثل الصين والهند تقف في صفها، والدول العربية التي كانت محسوبة تاريخيا في العقود الماضية على الطيار أو المعسكر الدعم للغرب والولايات المتحدة أيضا تتحاور مع روسيا ومثالة في القمة على أعلى المستويات. فأعتقد أن هذه هي الخطوط العريضة للقمة. الأستاذ رامي القليوبي، محلل سياسي مختص في الشأن الروسي، شكرا جزيلا لكم.